سنتحول هذه المرة إلى الولايات المتحدة التي لا تزال تعيش على وقع نتائج الانتخابات غير الرسمية على الأقل، لكن وفق ما جرى العرف عليه داخل الولايات المتحدة فإن النتائج تعتبر مقررة على المستوى الشعبي. جو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة على وقع هذه المظاهرات التي تأتينا من العاصمة الأمريكية واشنطن لبعض المتظاهرين المحتفين والمؤيدين لفوز أو إعلان فوز الرئيس جو بايدن، ومظاهرات هذه تحديدا التي هي في مواجهة البيت الأبيض وتحمل لافتات تأييدا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ربما، الخاسر ربما، لكنه في كل الحالات دونالد ترامب غير المقر رسميا والمعترف بهذه النتائج، الذي لا يزال يراهن على نتائج باقي الولايات ومن بعد ذلك الطعون التي يتم رفعها تباعا في محاكم الولايات المختلفة التي ذهب أغلبها إلى الرفض، ومن بعد ذلك التصعيد المرتقب كما يتوعد دوما بالذهاب إلى المحكمة العليا. كثيرا ما قال إن الأمر له علاقة بما جرى من عمليات تزوير ممنهجة كما يقول، وكما غرده بشكل دائم في عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. الجديد فقط أن بعض الأصوات الصادرة عن الحزب الجمهوري أصبحت تتحدث بلسان دونالد ترامب بأن هناك إشكالية حقيقية فيما جرى في هذه الانتخابات، وأن هناك رغبة في الذهاب بهذه الطعون بعيدا، وإن كانت أصوات محدودة ربما أو قليلة في بعض الأحيان تقول بأن انتصارا للديمقراطية الأمريكية فإنه يتعين التسليم، وإرغام الرئيس الأمريكي بين قوسين على الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات التي ذهب الجانب الأكبر من زعماء وقادة العالم في تقديم التهاني والتبريكات للرئيس المنتخب جو بايدن، وإن كانت حتى هذه اللحظة روسيا لم تلحق بركب المهنئين. التصريح الآتي من ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين كان يقول بأن روسيا لا يمكنها أن تقدم التهنئة إلا بعد إعلان النتائج رسميا أيا كان الفائز في هذه الانتخابات، وإن كان الزملاء يبلغون الآن بما تنقله وكالات الأنباء عن أن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب ينتظر أن يكون له مؤتمر صحفي هذا المساء سيتحدث فيه بالطبع حول بعض الأمور المرتبطة بفيروس كورونا والتأثير الذي جرى، والإعلان عن إنتاج لقاح مرتقب بشراكة بين شركة فايزر الأمريكية وشركة بيونتك الألمانية، الأمر الذي أتى بعد نحو يومين اثنين من إعلان فوز جو بايدن. وسيتطرق بالطبع لما جرى في هذه الانتخابات حتى هذه اللحظة الرجل والطاقم المصاحب له بشكل أكثر تحديدا كيلي ماكناني كانت تتحدث بالأمس عن رفض لهذه النتائج، ومايك بومبيو رد بالقول إن هناك انتقالا سلسا لفترة رئاسية ثانية للرئيس دونالد ترامب.